أسعد الله أوقاتكم. تحليل اسم علي بشكل تفصيلي ومعمق. تحليل اسم علي. اسم علي يتكون من طبيعة مائية وطبيعة ترابية، أما الطبيعة المائية فهي الغالبة على هذا الاسم. طبيعة اسم علي هي طبيعة إيجابية، وتدل أيضاً على ثبات شخصية علي وتوازنه، وعلى ثبات أخلاقه وانفعالاته. تغلب على شخصية علي الهدوء. الحروف النورانية في اسم علي هي حرف العين واللام والياء. إن وجود الأحرف النورانية في اسم علي يدل على الحماية والتحصين ضد الطاقات السلبية. لا تنسوا الاشتراك في قناة The Solitaire 369 في اليوتيوب. شخصية علي شخصية متوازنة، وهي شخصية دبلوماسية. قد يعاني علي من بعض المشاكل الصحية والعاطفية لا سمح الله. حرف العين هو حرف قوي، وهو يدل على العملية والجدية، ولكنه قد يعاني من مراقبة الآخرين له، فهو متابع من قبل الآخرين. قد يلاحظ علي أن بعض أموره تتعطل، لذلك عليه بالاستعانة على قضاء أموره بالكتمان. إن وجود الحرفين العين واللام يعطي تردداً قوياً وتناغماً أيضاً. إن وجود هذين الحرفين يدلان على أنك سوف تنعم بالمال الوفير، لذلك عليك المحافظة على هذا المال والمحافظة على أسرارك طي الكتمان. لديك حس عملي بالحياة. قد تشعر فجأة بالتعب النفسي، وقد تحدث في حياتك أشياء ومواقف غريبة. علي يعيش حياته مكرسة للآخرين، وبسبب كرمه قد يستغل من المقربين، وقد يكون معرضا للنميمة. لا تنسوا الاشتراك في قناة سوليتير 369. إن وجود الحرفين اللام والياء يعطي نوعا من التردد القوي، والذي يحدث تحديات وعقبات، وقد تكون هذه العقبات مشاكل عائلية لا سمح الله. صاحب اسم علي يملك العز ولو حتى بعد حين. وبما أن علي يتعرض للعين، ينصح بأن يقرأ الأوراد اليومية للتحصين ضد الطاقات السلبية، وأن يأكل التمر من وقت لآخر. معنى اسم علي. اسم علي يدل على العلو، وهو اسم علم معناه العالي الشرف والشريف والرجل الصلب والقوي. يتميز علي بالشخصية الهادئة، ويتميز أيضا برقة القلب والطيبة والعفوية. يحب علي الرومانسية والهدوء، فهو يميل دائما للعزلة ويعيش في عالم الخيال. علي عاطفي جدا، ولا يحمل الحقد والضغينة أو الشر لأي أحد.
علي لديه الكثير من الأفكار ويحب أيضا خوض بعض التحديات. علي يحب الحياة العملية، ومن وقت لآخر هو يحب التغيير. شخصية علي شخصية صادقة ويفي بوعوده للآخرين. إنسان صريح جدا ولا يحب الكذب، ويحب التعامل بمصداقية مع الآخرين. يحب علي العائلة وهو يحب البساطة. إذا أحبك فهو يحبك من كل قلبه وبإخلاص، أما إذا كرهك فهو يكرهك من كل قلبه. عند تطبيق أي فكرة يقتنع بها فهو شديد على نفسه وعلى الآخرين. شخصية علي شخصية قوية وهو يحب النظام. تتميز شخصية علي بالشجاعة، وهو أيضا لا يهتم برأي الآخرين ولا حتى بردود أفعالهم. إن علي يحب العدل والرحمة على الضعفاء. ويتعامل مع غلظاء القلب بقسوة. يحب علي الإصلاح والتوفيق بين الآخرين. لذلك نلاحظ أن له مكانة خاصة عند الآخرين. يعطف علي على أمه كثيراً وعلى أخوته أيضاً. غالباً ما تصل الأرزاق من خارج أرضه. قد تكون الأرزاق أموال ومراكز عليا وغيره من أنواع الخيرات. يمتلك علي روحانية جميلة، وعليه المحافظة على هذه الروحانية بالمتابعة والمداومة على قراءة الأذكار والأوراد وقراءة القرآن أيضا. وعليه تحصين نفسه قبل الخروج من المنزل بالأذكار والأوراد، لكي يحفظ نفسه من العين والأعداء والحسد. هذا الاسم لا يناسبه البرج المائي. إن هذه المعلومات تؤخذ بعين الاعتبار مع تاريخ الميلاد، والله أعلم. وبشكل عام فإن علي يتحلى بالإرادة وقوة الشخصية وقول الحق والشجاعة وعزة النفس، وهو لا يحب أن يعتمد على الآخرين. إن علي واثق بنفسه وعنيد وعصبي بعض الشيء في بعض الأوقات. قد تكون حياته صعبة وغير مستقرة، ولكنه بعد الزواج سوف يجد الاستقرار ويكون عائلة بإذن الله. إن الذي يحمل اسم علي يتزوج عن قناعة أكثر من مسألة حب. يعيش فترات من حياته قد تكون صعبة، ولكن تصبح أفضل بعد عمر 30. إن علي لا يتسبب بأي أذى لأحد. قد نجد علي يتهرب من بعض الضغوطات وبعض المسؤوليات، لكن الأولوية دائما لديه هي العمل. إن علي من الشخصيات التي تحب أن تقتصد وأن لا تبذر في أموالها. إن علي يقتصد في أمواله
فهو يعرف كيف يدير أمواله. والسبب ليس لأنه بخيل، بل السبب الحقيقي هو الخوف من الوقوع في أزمات، وبأن لا يضطر أن يقترض من غيره. إن المال بالنسبة له يشعره بالأمان والكرامة، إن شخصية علي شخصية اجتماعية ويحب الصداقات الكثيرة. لكي يصلكم كل ما هو جديد، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع علي. لإعلاناتكم أو لحجز استشارة خاصة أو المشاركة في فعاليات التليجرام، بإمكانكم التواصل معي على الخاص عبر رابط التليجرام الموجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت أسفل هذا الفيديو. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.